ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر تقنية سكايب السيد عبد اللطيف بوروبي محلل سياسي. صباح الخير سيد بوروبي. تحية طيبة صباحية لكل مستمعي الصوت ومشاهدي الصورات، شكرا على الاستضافة. إذن بداية سيدي، ما تعليقكم فيما يخص اختيار هذا التوقيت بالضبط، خاصة وأنه الاستفتاء الدستوري كان في شهر نوفمبر، أما الآن فننتقل للمحليات، يعني ما تعليقكم حول هذا، وما الذي يجب معرفته أيضا حول أول محليات في عهد رئيس تبون؟ طيب، نأكد على شيء، على أننا هناك استمرارية وديناميكية في العملية الإصلاحية، لأن ورشة الإصلاحات بدأت منذ مدة، وهذه ورشة الإصلاحات ارتبطت بماذا؟ بتعيين انتخاب رئيس جديد، وهو رئيس الجمهورية السيد تبون. أكثر من ذلك، هناك دستور، استفتاء على دستور جديد. أكثر من ذلك، هناك قانون عضوي انتخابات. أكثر من ذلك، هناك تشريعيات. بالمحصلة، ما أردت أن أقول قبل ما نوصل لمرحلة المحليات، المجالس الشعبية والبلدية، والولائية، نأكد على شيء، على هناك ديناميكية في الإصلاحات، وهذه الديناميكية بدأت منذ 2019. قد يقول البعض لماذا هي ديناميكية؟ لأن فيها استمرارية، فيها إيجابيات وفيها سلبيات، أي نعم فيها بعض الأمور، أي نعم، ولكن ما يهمنا أكثر أن العملية مستمرة. وما دام العملية مستمرة في الإصلاحات، هذه ورشة الإصلاحات السياسية، والتي أقول هي ورشة إصلاحات سياسية، بدأت من خلال مجموعة من الإصلاحات كما قلت سبق وتطرقت إليها. الآن نحن أمام مرحلة جديدة فيما تكمن هي محليات مسبقة، أقول مواعيد محليات مسبقة كما هو الحال للتشريعيات التي كانت مسبقة، أي أن النائب لم يكمل أو لم تكتمل الوحدة البرلمانية كما هو الحال بالنسبة الآن للمحليات البلدية والولائية التي لن تكتمل الوحدة الولائية أو البلدية. ما يهمنا أكثر هو أننا الآن باستدعاء هذه الهيئة الانتخابية وصلنا لمرحلة جديدة باستكمال هذه ورشة الإصلاحات. وهذه الإصلاحات فيها إيجابيات أو فيها سلبيات، أي نعم، والإنسان القريب يجب أن يتطرق إلى ذلك. من ذلك ما لاحظنا على أن في تطبيق القانون العضوي للانتخابات الذي جاء بمجموعة من الإصلاحات، جاء بتمثيل نسبي، جاء بالقائمة المفتوحة، جاء بإشراك المرأة، جاء بإشراك الشباب، أكثر من ذلك جاء بطريقة جديدة في العملية الانتخابية. وهذه العملية الانتخابية أفرزت بنا بعض الملاحظات التي يمكن أن نتطرق فيها اليوم أو يمكن أن نتركها لمرة أخرى، لكن ما أردت أن أقوله على أن العملية مستمرة، وهذه أمر مهم جدا، فيها ديناميكية، وهذا أمر مهم جدا. أكثر من ذلك، على أن هناك إصلاحات سياسية، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذه الإصلاحات فيما تكمن هي المجالس البلدية والولائية، وهي مهمة كذلك كما هو الحال بالتشريعيات. لأن أستاذ بوروبي، فقط ما المطلوب اليوم لإنجاح هذا الاستحقاق؟ عدة أشياء. هو أولا تجاوز الاختلالات السابقة في التشريعيات، والتي جاءت ماذا؟ على أن هناك تراجع في تمثيل المرأة، وهذا راجع لطبيعة الاقتراع في حد ذاته وطريقة النمط الانتخابي النسبي، القائمة المفتوحة النسبية. أكثر من ذلك، ما هي الاختلالات؟ على أننا لاحظنا أن في التشريعيات، على أن الانتخابات جاءت مرتبطة بقوائم، أي نعم، ولكن في أثناء الممارسة لاحظنا أنها أصبحت مشخصنة، أشخاص يقومون بالترويج لحملة انتخابية. أكثر من ذلك، كانت هناك رهانات على أن نعطي نفس جديد للعملية الانتخابية من خلال ماذا؟ من خلال أن نعطي دور المجتمع المدني والقوائم الحرة، نعطيها دورها، ولكن لاحظنا على أن الأحزاب حافظت على ماذا؟ على تنظيمها، والأحزاب حافظت على وعائها. هذه الملاحظات يمكن نستغلها في هذه في مرحلة الانتخابات البلدية والولائية، من خلال ماذا؟ للتذكير على أن نعطي نفس جديد لدور القوائم الحرة، وهذا أمر مهم جدا حتى نتجاوز الاختلالات السابقة. نحن الآن لسنا بصدد مزايدة أو نقول من هو الأحزاب، القائمة الحرة المرتبطة بالمجتمع المدني أو الأحزاب، ليس هذا هو دورنا، لكن ما أردت أن أقول حتى نعطي شكل من نوع من التوازن، لأن بحثنا عن التوازن في المرحلة السابقة في التشريعيات من خلال ماذا؟ أن تكون قوائم حرة توازن الأحزاب. لاحظنا أن الأحزاب دائما حافظت على الريادة، والقوائم الحزبية، القوائم المفتوحة والقوائم الحرة لم تكن نتائجها كبيرة. أكثر من ذلك، على أن تراجع في دور المرأة، ولا هذا التمثيل،
طريق النمط الانتخابي أرجع تراجع في دور المرأة وتمثيل المرأة، حبة أن يكون هناك قوانين تنظيمية من السلطة، لأن الآن قضية مرتبطة بدور السلطة المستقلة للانتخابات. هذه السلطة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة، أقول وعيد، هي المسؤولة عن العملية ككل منذ البداية أثناء الاقتراع إلى إعلان النتائج. وبالتالي ما هو نعم. مطلوب منا أن نقوم بدعم ماذا؟ القوائم الحرة أكثر من ذلك، تمثيل المرأة أكثر من ذلك، دور الأحزاب أي نعم، ونخلق نوع من النسيج ونخلق نوع من الهندسية السياسية، لأن أقول وأعيد المجال الشعبية البلدية، المجال الشعبية الولاية هي الأقرب للمواطن في العمل الجواري، لأن نعم. هذا المواطن يدرك على أن رئيس البلدية هو الأقرب إليه من النائب، ويدرك على أن رئيس المجلس الشعبي الولاية هو الأقرب إليه من النائب الوطني. لأن المجال الشعبي البلدية، المجال الشعبي الولاية مدركة بانشغالات المواطن في البلدية، مدركة بانشغالات المواطن في الولاية أكثر من ذلك، بالقضايا التي تهمه أكثر، بالمشاكل أكثر من ذلك، بكيفية بلورة الحلول. وبالتالي ما هو مطلوب منا الآن هو إعادة النظرة وإعادة النمط وإعادة التفكير في إيجاد نوع من التوازن، أقول وأعيد، حتى لا نقصي جهة على جهة ولا نقصي تمثيل على تمثيل، لأن الجزائر الآن تتطلب جهود الجميع، ولا نبقى نفكر بنمط معين، نعم. يكون هذا التفكير من خلال كل الأطياف، سواء كانوا أفراد، قوائم حزبية، قوائم حرة، قوائم حزبية، نعم. تمثيل نسوي وما شابه ذلك. نعم، الانتخابات المحلية هذا العام تختلف عن سابقتها، ليس فقط في ظل كورونا، لكن أيضا فيما تضمنه دستور نوفمبر الماضي. فعلا نأكد على شيء، على أن هناك مواد دستورية الآن دسرت، وهي مهمة جدا حتى يفهم هذا الذي يريد أن يترشح للبلدية ويترشح للولاية المجال الشعبي الولائية والبلدية. الآن المادة 16 و17 الآن تتكلم عن التكامل الإقليمي، أقول وأعيد التكامل الإقليمي، بمعنى أنه لا نفكر بالبلدية ولا نفكر بالولاية ولكن نفكر بالتكامل بين الأقاليم، لأنه في ظل هناك عز نعم. دائم اللي كرونيك للبلديات أدى إلى ماذا؟ إلى التفكير على أنه أن نخلق نوع من الديناميكية بين البلديات، نخلق ديناميكية بين بلدية وبلدية بولاية أخرى، مثلا بلدية قسنطينة مع بلدية سكيكدا، بولاية سكيكدا مع بلدية قسنطينة. هذا التكامل الإقليمي مثلا، لا أكثر ولا أقل، هذا التكامل الإقليمي المدسر الآن وفق المواد 16 و17 يجعلنا أمام ماذا؟ التفكير على أن الآن المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، الآن في الدستور الجديد، الآن في الأزمة التي تعيشها الجزائر، الآن التي الدولة الجزائرية التي تريد تتجاوز ماذا؟ الاعتماد إلا على الريع النفطي، أكثر من ذلك على أن الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي وتريد الحفاظ على الطابع الاجتماعي، يجب أن توجد لنفسها موارد أخرى فيما تكمن هذه الموارد. أننا نفكر ما وفق ما يعرف بالتكامل بين الأقاليم، التكامل بين الأقاليم يجعل من يريد أن يترشح للبلدية، أقول وأعيد، من يريد أن يترشح للولاية، أقول وأعيد، للمجالس البلدية والمجالس الولائية، أنه لا يفكر بمنطقة أنها بلدية وفقط، رغم أهمية ذلك في العمل الجواري، رغم أهمية البلدية في إيجاد حلول المواطن، رغم أهمية البلدية في العمل الجواري الأقرب للمواطن، ولكن الآن في ظل دسرت هذه المواد 16 و17 من الدستور المرتبطة بالتكامل بين الأقاليم، على أنه يفكر ببلديته والبلدية التي هي بقربه والبلدية خارج ولايته، وهذا هو المنطق. لأن أقول وأعيد، إذا قدمت اقتراح الأول على أن النظرة الأولى أنه لا نعتمد إلا على الأحزاب، نعتمد القوائم الحرة ونرجع للمرأة دورها في التمثيل، في هذه الاقتراح الثاني الذي يقول عليه أن من يترشح يجب أن يدرك على أن العمل البلدي الآن ليس مرتبط بالبلدية التي يقطن فيها هذا النائب البلدي، ولكن هذا الممثل البلدي، هذا الذي يشكل المجلس الشعبي البلدي، يفكر بالمناطق الأخرى وبالولايات الأخرى، ونخلق نوع من الديناميكية، أقول وأعيد، ديناميكية عامة في القطر الجزائري، من خلال أن كل بلدية تساهم، كل بمقدراته، كل بإمكاناته، حتى نخلق نوع من التكامل. نعم، وما هي أبرز الرهانات التي تنتظر اليوم أعضاء المجلس الشعبي الوطني؟ أعضاء المجلس الشعبي الوطني أكيد هم النواب يمثلون كل القطر الوطني، نائب وطني، عندما أقول المجلس الشعبي الوطني هو نائب وطني،
ما يهمنا أكثر هو الآن نحن نتكلم عن محليات، مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولاية. الولائي. نعم المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولاية في عدة رهانات، قلت وأعيد على أن الدولة الجزائرية بمفهومها الدولة الاجتماعية فيه تراجع الإمكانات وفيه تراجع الإيرادات، ورغم أن الدولة تريد المحافظة على الطابع الاجتماعي لها، ولكن تراجع الإمكانات يجب أن تفكر في طريقة أخرى، لماذا؟ لأن تكون هنالك مردودية وأن تكون هناك مداخل أخرى، نبتعد نوعا ما عن الريع ونفكر بطرق أخرى. وقلت على أن المشرع الآن وفق الدستور الجديد تفكر في ذلك ما يعرف بلا كومبليمونتاريتي، التكامل بين الأقاليم في المادة 16 و17. هذه المواد 16 و17 لماذا ذكرتها الآن نعم وأعيد وأكرر؟ أقول وأعيد لأنها تجعل من هذا المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي دورهم يكمن في أنهم يخلقوا ديناميكية كذلك للتنمية، ولا يكون التفكير إلا بالتفكير بقرارات مركزية. نعم نخرج من المركزية، نخرج من أن القرية إلا من العاصمة، يجب على المواطن وعلى هذا المجلس الشعبي البلدي وعلى أن المجلس الشعبي الولائي الآن في الحرية في إيجاد ماذا نمط جديد في تسيير البلدية، نمط جديد في تسيير الولاية من خلال ماذا؟ المرفق العام، أي هناك مرفق عام وطني، ولكن هناك مرفق عام بلدي، وكان مرفق عام ولائي، ونقدر نخرق من قضية المرفق العام نظرة وتصور مشترك، يقوم مهيكل مقنن وفق منظومة قوانين موجودة الآن، والحمد لله منظومة القوانين تضمن ذلك على أنه هناك تكامل بين الأقاليم، أكثر من ذلك على أن المجلس الشعبي البلدي يجب أن يفكر على أنه الآن جاء للعمل، والذي يريد أن يترشح يدرك على أن القضية قضية ليس بلدية فقط، ومشاكل بلدية هي مشاكل كل بلدية جزائرية، ولكن في مستويات كل في حيزها الجغرافي، ولكن يجب أن يدرك على أن هناك يجب أن يكون تكامل، أقول وأعيد تكامل. وبالتالي ما أردت أن أقول على أن منظومة القوانين الآن تكفل التكامل بين الأقاليم، منظومة القوانين تحافظ على ذلك، ما هو مطلوب على أن نفعل فعل الشروط التي يجب أن يترشح بها هذا المترشح، أقل من 40 سنة، أن التمثيل النصف، تمثيل بالمناصفة بين الرجل والمرأة، 1/3 جامعيين، كل هذه الشروط تمكننا من إعطاء ديناميكية، ولكن هذا غير كافي. أقول نعم وأعيد هذا غير كافي، لأن القضية قضية إرادة سياسية والآن هي متوفرة، أكثر من ذلك نوعية الترشح يجب أن يدرك على أن الترشح هو نعم بلدي محلي ولائي محلي، ولكن بتفكير ونمط وتصور واستراتيجية وطنية في ظل البحث نعم عن التكامل. نعم أستاذ بوروبي، يعني ما الذي سيتغير في الانتخابات المحلية المقبلة، خاصة وأن هذه الانتخابات المحلية الأولى في الجزائر الجديدة وفي عهد الرئيس تبون، والرهان الأكبر يبقى هو استعادة الثقة من ثقة المواطن؟ المحليات عندها بعد آخر، المحليات عندها تصورات أخرى، لأنها الأقرب للمواطن، لأن من يترشح يعرفه أهل البلدية، نعم ومن يترشح يعرفه أهل الولاية، هذا دافع، أقول وأعيد دافع، ولكنه غير كافي. هل كل إنسان يترشح للبلدية وكل إنسان يترشح للولاية يجعل أن أنتخبه؟ لا، احنا نشترط هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر، وهذه الشروط قانونية أكثر منها سياسية واقتصادية واجتماعية. قلت على أن النمط الانتخابي هذا التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة جعلنا أمام ماذا؟ أمام على أن هناك شروط يجب أن تتوفر من يترشح. أقل نعم من 40 سنة قلت هذا شرط موجود. أكثر من ذلك المناصفة بين الرجل والمرأة الشرط موجود، أكثر من ذلك القائمة تكون على 1/3 مدى جامعي. ما يهمنا أكثر هو أن هذه المحليات هي في ظل استمرارية الديناميكية التي بدأت منذ 2019، وهذه لماذا أقول لها ديناميكية ولم تنقطع؟ للتذكير فقط، إذا ما حدثت انقطاع وحدثت خلل ولم تكن هذه المحليات، هنا نحن أمام إشكال وإشكال كبير على أن فعلا الديناميكية انقطعت وهذا هو الخلل. وبالتالي ما دام رئيس الجمهورية وقع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لتاريخ 27 نوفمبر القادم إن شاء الله،
وهناك مراجعة أكيد للقوائم الانتخابية الاستثنائية ثم تأتي العادية إلى آخره. ما يهمنا أكثر هو أنها التذكير على أنه في ظل هذه الديناميكية وفي ظل منظومة القوانين التي تحفز على أن العمل يكون محلي ويكون ولائي، نحن أمام مرحلة جديدة. مرحلة جديدة يجب أن نستفيد، أقول وأعيد، يجب أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت ماذا في الانتخابات الشرعية السابقة والتي فيها بعض التجاوز، لا نقول تجاوزات ولكن هي تجربة، وهذه التجربة هي سابقة، والسابقة لا يؤخذ بها ولكن يستفاد منها. أقول وأعيد، هي سابقة لأن أول تشريعيات تعرفها الجزائر بنمط انتخابي جديد بمرحلة جديدة بدستور جديد فيها بعض الملاحظات التي يجب أن نستغلها الآن في هذه المحليات. من ذلك كما تطرقت عليه في بداية مداخلتي، قلت على أن من بين هذه الملاحظات على أن هو الترشح بالقوائم حرة سواء مجتمع مدني أو أحزاب، ولكن كان ترويج، أقول وأعيد، كان ترويج لماذا؟ لبرامج وكأنها شخصية، وهذا مخالف القانون. أكثر من ذلك، القانون واضح يقول على أن من يترشح يجب أن يضع برنامج عمل، مخطط عمل هذه القائمة، ماذا يريد أن يقدم للبلدية وماذا يريد أن يقدم للولاية. وعندما نفكر بهذا البرنامج كل واحد على حدة، هنا إشكال في حد ذاته. ما أردت أن أقول على أنه هي فرصة نستفيد من الأخطاء السابقة، نستفيد من الاختلالات السابقة، نستفيد من الأشياء التي هي تجعل من الديناميكية متعثرة ومتذبذبة حتى نعطيها دفعة أكبر. قلت وأعيد على أن هذه المحليات هي فرصة للعمل الجواري، فرصة لترشح أهل البلدية، أهل الولاية. أهل البلدية وأهل الولاية هم أدرى بالأمور، هم أدرى بالعمل الجواري، هم أدرى بالتنمية المحلية، ولكن هذا غير كافي، لأن المشرع الآن تكلم عن التكامل بين الأقاليم، وما هو مطلوب الآن من يترشح أن يفكر في بلديته والبلدية التي بقربه والبلدية التي خارج ولايته والتي يترشح إلى الولاية يفكر بولايته والولايات الأخرى. لأن الإشكال الآن لا نستطيع أن ننمي بلدية دون أخرى ولا نستطيع أن ننمي ولاية أخرى. ما هو مطلوب منا على أن تكون تنمية مستدامة شاملة، إناليز ماكرو، تحليل كلي، أي أن كل يمس كل الولايات وكل البلديات، ولا نكتفي بتصور بلدية وولاية. وبالتالي ما هو مطلوب منا هو الآن هي فرصة، أقول وأعيد، فرصة لترشح الكفاءات، فرصة لتجاوز الاختلالات السابقة، فرصة لماذا؟ لتمتين أحسن، فرصة للتوازن بين الدور القوائم الحرة والقوائم الحزبية، فرصة وفرصة وفرصة، ولكن لا تكون هذه الفرصة إلا بوجود إرادة سياسية، والحمد لله موجودة. أكثر من ذلك، ما هو مطلوب منا على أن من يترشح يجب الآن ليفكر بنمط القبيلة والعشيرة والعائلة. يعني أستاذ بوروبي، على غرار التنمية المحلية واستجابة لمطالب الشباب الجزائري الذي يمثل تقريبا 65% من المكون البشري في الجزائر، يعني هل حقا البرامج المسطرة من قبل المنتخبين، يعني المتوقعة في هذه الحملات الانتخابية، أن تستجيب لكل المطالب المتعلقة خاصة بالبطالة، بتوفير السكن وغيرها، يعني باختلاف كل منطقة؟ هو المنطق هو هذا ومنطقها هو، ولكن ما هو حاصل على أنه كان هناك استنساخ للبرامج، لأن البرامج تقوم على أن هناك دولة بمفهوم الريعي أنها تعمل على الجبايات النفطية. أكثر من ذلك، الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية، هذه المفاهيم أساسية في أي تحليل. ولكن يجب أن يفهم من يترشح، أقول وأعيد، يجب أن يفهم من يترشح لهذه المحليات على أن القضية ليست قضية بلدية أين أقطن وأين أمثل. أي نعم، أنت تترشح باسم هذه البلدية وتفوز بالمنصب باسم وتكون ممثل في المجلس الشعبي البلدي والولاية باسم هذه البلدية واسم هذه الولاية، ولكن أقول وأعيد الآن النظرة اختلفت. خرجنا عن نمط السير المركزي، خرجنا عن نمط السير الاشتراكي، أقول وأعيد خرجنا عن نمط السير المركزي، أن القرارات لا تصدرها إلا من العاصمة. الآن في إمكانية على أن البلدية والولاية تخرق الثروة. أقول خلق الثروة أمر مهم جدا، لأن في السابق كنا ننتظر الإعانات من العاصمة تأتي للولايات والبلديات.
الآن المشرع وضع خطة إمكانية أن تكون أن هنالك خلق للثروة، لذلك تكلمت عن المرفق العام. هذا المرفق العام رغم أنه وطني ولكن يخلق ثروة، المرفق قضية المرفق العام وما شابه ذلك. هناك عدة إمكانات للبلدية والولاية لخلق الثروة، ولكن يجب أن حماية المسؤول، أقول وأعيد حماية المسؤول وحماية المنتخب، لأن المنتخب عنده يندوب الكاسكيت. هنا الإشكالية على أن من رئيس البلدية مثلا يمثل البلدية لأنه منتخب، ويمثل الولاية، ويمثل عفوا الدولة. هنا يجب أن نضع في الحسبان على أن هذا التمثيل لرئيس المجلس الشعبي البلدي مثلا، قلت على أنه ينتخب من قبل الشعب منطقة ويصبح يمثل تلك المنطقة، أكثر من ذلك فهو يمثل الدولة في تلك البلدية. هنا يجب إعادة القراءة في هذا، لأن لهنا نقع في نوع من تسيير النمط، نرجع للفكرة المركزية، وبالتالي نعطيه شوية إذا حبذا، لأنه لا محالة، أقول لا محالة، لأن هناك مراجعة لقانون البلدية والولاية، أمر مستعجل، أقول وأعيد أمر مستعجل، لأنه لماذا إعادة القراءة في قانون البلدية والولاية الحالي؟ لأنه لا يتماشى مع بعض المواد موجودة الآن في الدستور والتي تعطي حرية أكثر، أقول وأعيد حرية أكثر للمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي. وبالتالي ما هو مطلوب منا أننا، أي نعم ستكون هناك محليات، أي نعم ستكون هنالك انتخابات متعلقة بالبلدية ومتعلقة بالولاية، ولكن ما هو مطلوب منا الآن أننا نفكر أو نجد صيغة، أقول نجد صيغة، لأن السلطة المستقلة للانتخابات عندها الصلاحيات على أنها تبادر ببعض القوانين التنظيمية، على أنها تساعد على تخلق ديناميكية في العملية الانتخابية وديناميكية في التنمية المحلية، ويمكنها ذلك. بالمحصلة ما أردت أن أقول على أننا الآن يجب أن نفكر بطريقة سوية وعقلانية. نحن لدينا ديناميكية فيها تذبذب من حين لآخر، أي نعم فيها اختلالات، لأننا الآن هي تجربة، وأي تجربة نعم ديمقراطية فيها وفيها، ولكن ما هو مطلوب منا الآن وهي هذه المرحلة، هذه المحليات واستدعاء الهيئة الناخبة لهذه المحليات. يجب أن من يترشح أن يفكر ليس بنم عينه، هو نعم يمثل بلديته، هو نعم يمثل ولايته، ولكن يجب أن يفكر على أن التنمية لا تكون ببلدية أو تكون بولاية، ولكن تكون بكل البلديات، أخو الوهيب، أكثر من ذلك بكل الولايات. ولذلك جاءت فكرة خلق ما يعرف بالتكامل الإقليمي بالرجوع لمواد 16 و17 من الدستور. نعم، ربما سؤال أخير أستاذ بروبي، يعني في ظل الظروف الراهنة التي تختلف تماما عن الانتخابات السابقة، يعني في ظل الرهانات التي تحيط بالجزائر خارجيا وأكيد أنها تنعكس داخليا أيضا، يعني خاصة على المناطق الحدودية، الآن الشعب الجزائري عاد يستوعب الخطورة التي تعيشها الجزائر على حدودها من خلال يعني كيف ستسهم بالنسبة للانتخابات المحلية في الحفاظ على الوحدة الوطنية، يعني حتى لا تتفاقم الأوضاع ولا يتم استغلالها من قبل أطراف خارجية. فعلا هو من حيث الشكل، المناطق الحدودية هي مناطق معزولة، مناطق حدودية هي مناطق معزولة، ليس بحكم على أنها معزولة لأن لا نفكر فيها أو لا توجد تنمية فيها، ولكن بحكم أنها مناطق حدودية. نعم. هذا الإرث الاستعماري مرتبط بالمناطق الحدودية، كان المستعمر كان يعمل لفترات طويلة على أن يجعل من هذه المناطق نائية لا توجد فيها تنمية ولا توجد فيها أي شيء، وبالتالي هذا الإرث الاستعماري يطلب منا ماذا؟ جهد أكبر، أقول وأعيد جهد أكبر على المناطق الأخرى. لأن نعم. المناطق الأخرى هي قريبة من مراكز صناعة القرار، عندما نتكلم عن العاصمة، نتكلم عن قسنطينة، نتكلم عن مناطق النائبة وهران، هذه هي أقرب. المناطق الحدودية في ظل أنها مناطق حدودية التنمية فيها نوع من الاختلالات، أقول وأعيد فيها اختلالات. وفعلا كما تفضلت يمكن استغلال ذلك، وهذا طرح وارد، ولذلك جاءت فكرة التكامل الإقليمي. لأن الأصل في التكامل الإقليمي جاء للاهتمام بالمناطق الحدودية، أقول وأعيد المناطق الحدودية. وبالتالي إذا ما أراد المشرع وإذا ما أراد السلطة وإذا ما أراد المترشح أن يفكر في المناطق الحدودية ويتفادى استغلال هذه المناطق الحدودية لأغراض تمس بالأمن، يجب أن نفكر على أن الأمن يبدأ بالتنمية.
وتنمية مناطق الحدود. والآن المشرع وضع منظومة القوانين من خلال التكامل بين الأقاليم، أقول وأعيد، لأن الفكرة في الأصل هي ليس الولايات والبلديات التي تعرف نوع من التنمية، هي المناطق الحدودية نعم التي تعاني وفيها اختلالات من منطقة أخرى، وبالتالي نحتاج إلى التكامل فيما بعد حتى نتفادى استغلال مثل هذه المناطق في سياسات تمس أو في استراتيجيات تمس أمن البلد. نأكد على شيء، على أن المشرع الآن وضع منظومة قوانين، والتنمية تكون تنمية حبذا حبذا، أن نتفادى أن نتعدى مدى التنمية حتى مع المناطق الحدودية خارج الدولة الجزائرية، بين يكون تكامل بين تبسة ومناطق عنابة، تبسة والمناطق الحدودية التونسية والولايات التونسية، كما هو الحال في النيجر، كما هو الحال في مالي. هذه المناطق إذا ما خلقنا فيها تنمية، أولا فيها ربح مزدوج، أقول وأعيد، ربح مزدوج. لماذا هو نعم ربح مزدوج؟ نربح التنمية للمنطقة ونخلق شراكة مع الدول الأخرى في تلك المناطق الحدودية. أكثر من ذلك، التنمية والشراكة تؤدي إلى تجاوز مدى التفكير في التطرف والتفكير في الإرهاب، ولا يكون إلا بوجود مدى تنمية مستدامة، ولا تكون هذه التنمية مستدامة إلا عبر التكامل بين الأقاليم. نعم شكرا لك أستاذ بروبي على كل هذه التوضيحات.